نتحول إلى الصومال، حيث ارتفعت حصيلة القتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقاديشو يوم الثلاثاء إلى 22 شخصا، وأصيب نحو 30 آخرون بجروح في الهجوم الذي نفذ بسيارة مفخخة وراح ضحيته جنود ومدنيون. وقال وزير الإعلام محمد عبد حير إن اجتماعا لمسؤولي الأمن كان منعقدا داخل الفندق وقت الهجوم، وأصيب أحد الوزراء وعدد من المراسلين بجروح. وأعلنت جماعة حركة الشباب المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت الفندق لقربه من القصر الرئاسي ولأنه وكر للمرتدين والكفار.